ونحن لحتى نخلي الأختين يتخانقوا لازم نقلب الأولاد ضد بعضهم. هو لازم يعرف مستعد أعمل أي شيء من شانه. أنا وأنجلي بدنا نكون سوا. أنجلي مستعد أعمل لك أي شيء كرمال ترجعي تحبيني مثل قبل. صدقيني هالعرس رح يكون السبب الرئيسي لدمار عائلة أجني هوتري. اللي سمعته بكفي وزيادة. من هاللحظة بدي أقطع كل شيء بربطني مع العيلة. أختي راني وزوجها وولادها ما بقى يسكنوا بهالبيت. التوأمان من السبت إلى الخميس 11 مساء بتوقيت السعودية على زي ألوان.